اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده صدور الفراخ دايما محددين اقامتها عند ان احنا نعملها بيكاتا، نعملها سكالوب بانيه، نعملها كفته. النهارده جاي على بالي اعمل صدور الفراخ محشيه بالخضار والجبنه اللي بيسموها في المطاعم الغربيه الكوردن بلو. هنشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقة بسيطة وسهلة، وسهل عليكي ان الحشوة ما تطلعش من صدر الفرخة لغاية لما ناكله مع طبق مكرونة سباكيتي بالبقدونس. بقدونس يا اخوانا مفيد جدا وقيمته الغذائية عالية جدا. طبعا البقدونس زيه زي الريحان، ولكن الريحان ممكن ما تلاقوش دلوقتي او مش الموسم بتاعه. احنا البقدونس بديل له مع تومة مع كريمة لباني، هنعمل طبق مكرونة جامد جدا. ولكن الحلو النهاردة اشوفك في المشمش، مربة المشمش. مربة المشمش لما نحط عليها معلقة قشطة الصبح كده، والفطير المشلتت أو العيش الفينو، وسندوتش كده بالواحد ما ينزل على السلم بتاع البيت هياخده درجتين حتى لو هو 10 أدوار. مربة مشمش وقشطة أحلى فطار الصبح مع كوباية شاي. هنعمل مربة المشمش بالجنزبيل ونشوف شخصيتها بتيجي من مادة جيلاتينية ولا من القوام بتاع المشمش. أكيد في تفاصيل، تفاصيلنا صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. لما بقول معنى كبير وطعم جديد يعني بأقل تكلفة ممكنة ممكن تخش المطبخ بتاعك وتعملي كل اللي نفسك فيه، لأن معاك شيف شاطر تقدري تعتمد عليه في مطبخك. هنروح فاصل صغير أو هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا مع بعض نعمل مربة المشمش ازاي. مربة المشمش، المشمش ده لطيف وجميل وضيف خفيف. ضيف خفيف يعني ايه؟ ما بيقعدش كتير في السوق، والمشمش البلدي بالذات. تعالوا نعمله مربى النهارده ويبقى عندك في التلاجة يقعد 15 يوم، تقدر تعملي كمية وتخزنيها تهادي بيها، مش الهدية دست الجاتوه وخلاص. لا، ممكن برطمان مربة مشمش معمول بالتقنية عالية جدا. معانا مشمش خالي النوى، ولما اقول خالي النوى عشان النوايا دي تعمل لنا مشكله عائليه، تصادف حماتك بتفطر عندك ماما تلاقي حبه المشمش او النوايا بتاعتها قلبت القعده ايه حزن. معانا مشمش ومعانا ماده جيلاتينيه اللي هو جيلاتين المشمش او جيل المشمش، ما لقيتهوش هاتي جيل الليمون بديل له، ما تجيبيش حاجه تغير طعم المشمش. ومعانا جنزبيل ومعانا سكر وعصير ليمون. جنزبيل وسكر وعصير ليمون، ده الجديد. مربة المشمش بالجنزبيل. طاسة على النار تكون لطيفة وجميلة، تحط في الاعتبار ما يكونش عملتي فيها بصل ولا توم، وتكون غسلها كويس كده ومروقة عليها، دي مهمة جدا على فكرة، ما يكونش طعمها أكل. هنعمل إيه يا عم الشيف؟ هنحط السكر في الطاسة دي. تقريبا كوب من السكر. دي نص كوباية. لو المشمش مسكر وبلدي، في مشمش كده بيبقى عسل طعمه عسل، قلل السكر. في مشمش طبعا بتلاقوا طعمه فيه مزازه، كتر السكر. دي كميه السكر اللي حطيناها. بنحط على كميه السكر دي بشره الليمون الاخضر الجميله الحلوه. الليمون الاخضر ده فيه ماده سكريه على فكره، ما بتلاقوش حامض. ونقلب السكر كده مع الليمون بالشكل ده كده اهو، زي ما انا شغال كده. موضوع بسيط، تعمله مربى. لو لفيتي محلات وسوبر ماركات العالم مش هتلاقي طعمها زي اللي انت عاملاها. كفايه حبك وانت بتعملي المربى دي. الليمون وبشره الليمون الخضراء، بعد ما غسلنا الليمونه وبشرناها بالشكل ده كده اهو، ده الليمون بتتغسل كويس وتنشفيها بمنديل مطبخ وبعدين تبشريها. خلي بالك دي مهمه جدا على فكره، ما تروحيش تجيبي الليمونه وتبشريها، لازم تغسليها كويس وتنشفيها منديل، وبعد كده يا ست الكل تستخدميها زي ما استخدمتها دلوقتي. دي خطوه خطوه مع بعض عشان تعملي مربة المشمش في البيت. انا بساعدك انك تعملي. هتقولي لي بقى البرطمان بالشيء الفلاني لا، انا مش عايز اسمع الكلام ده خالص. على فكره انت تكوني وزيره الاقتصاد جوه بيتك، تقدري تبقي وزيره الاقتصاد جوه بيتك. وهتحط الميزانية وتحط التكلفة وتحط الكوست وكل حاجة. حطينا السكر وبشرة الليمون على النار، سيبناهم كده ايه يتكرملوا شوية ويتعرفوا على بعض، المزازة مع السكر بالشكل ده كده. تفرق قوي على فكرة.
هتقولي لي يا شيف بوغاز ايه المشكله؟ طب ما انا احط السكر. لا لا، الكرمله بتاعه السكر بتفرق في الطعم مع الليمون زي ما انا شغال كده. حلو قوي، تمام. ومعانا المشمش بتاعنا، نشيك على النوى، ما فيش نوى، نشيل الليمون ده كده. شوف المشمش ضيف خفيف، ما بيقعدش كتير عند الراجل الفكهاني. تغسليه، وبعد ما تغسليه تشيل النوايا، ده مهم جدا على فكره. بالشكل ده كده جاهز وزي الفل. معانا الماده الجيلاتينيه، مش هننزلها دلوقتي، هننزل الجنزبيل اهو. الله، السكر مع الليمون بدا يديني طعم كده فولاذي. فولاذي يا مغازي اهو. شفت الحلاوه؟ اهو ده. ده السكر والليمون مع الجنزبيل. شفت الكرمله دي؟ اهو يا عم الشيف، اهو يا عم الشيف. عايز اوريك القوام ده كده. بص، شفت ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ صورها فيها تفاصيل كتيره قوي، فيها تفاصيل خبره طهويه. ليمون مبشور مع سكر مع جنزبيل. ممكن تكون تجيب الجنزبيل الطازه، انا دورت للامانه عليه ما لقيتوش في طريقي. جاهز زي الفل. اعمل ايه تاني يا عم الشيف؟ اخد المشمش انزل بيه كده اهو، هيديني سوائل. مشمش نتيجه ان انا اوطي النار دلوقتي واسيبه يتدمس، هيديني الميه بتاعته. الميه تنزل على كرمله السكر مع الليمون والجنزبيل، تاخدنا في مكان تاني. خلصت مربى المشمش. انا بدات بيها، دايما بيسالوني هتبدا بايه يا عم الشيف علشان نجهز المقادير. فان انا ابدا بالحلو دي طبعا مش العاده، ولكن علشان ده هياخد وقت كبير على النار، نسيبه يعيش مع نفسه ونشوف اللي ورانا بعد كده. نقلب. الله، شفت الحلاوه دي؟ حلو. اعمل ايه دلوقتي يا عم الشيف؟ عندي ماء بيغلي، يعني عشان اختصر الوقت باخد كده ايه، مش ميه كتير، هي كوبايه ميه. الله على الريحه اللي طالعه. لا انا واقف هنا، ايه الجمال والحلاوه دي؟ ايه ده؟ يا بختك يا شيف. كل واحد دلوقتي بيشوف يقول يا رب اكون مكان الشيف، شم ريحه الجنزبيل مع التوم مع المشمش. هو ده، خلص الكلام. تقليبه تقليبه، ونغطيها بقى ونهدي النار عليها ونسيبها تعيش مع نفسها. اوعى تعلي النار يا ست الكل، وطي النار خالص. احلى مربى مشمش. في الاخر خالص هنحط الماده الجيلاتينيه اللي هي شخصيه المربى. يعني ايه شخصيه المربى يا شيف؟ يعني اللي بتدي قوام للمربى. يعني احنا تعودنا برطمان المربى يكون بين ايدينا، ونمسك المعلقه بايدينا اليمين يطلع معاك من معلقه المربى كده بتقطع وتعلم مكانها في الحله او في الايه، في البرطمان. دي مهمه جدا على فكره. هنغطي الحله دي كده، هناخدها كده على النار هاديه، ونخش على اللي بعده، على الكوردون بلو. هنعمله ازاي مع بعض؟ مقاديره على الشاشه. صدور فراخ، خضار مشكل، بسله، جزر، فلفل، بقدونس، الخضار اللي عندك، سبانخ تبقى فله، ومعانا جبنه موزاريلا. والمقادير على الشاشه، تقدر تصورها بتليفونك او تكتبيها ورايا. انا بوطي النار على المشمش، لان لازم هنا علشان تنجح معاك المربى لازم توطي النار، خلي بالك ده مهم جدا على فكره. بس خلاص واسيبه على النار. حلو الكلام. نشيل الحاجات دي كده ورا. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل صدور الفراخ محشيه بالخضار والجبن، فيها شغل يعني. صدور الفراخ في كبير وفي صغير. انا عايز اقفل النار دي كده، دايما احبش انا التبذير. النار اللي شغاله عليها هي اللي شغاله، والفرن مولع على الفاضي بسخنه مثلا. ايه المشكله لما ارمي فيه خمس ست حبات بطاطس على خمس ست حبات بصل، شويه بتنجان، اعمل بابا غنوج؟ يعني ما تخليش النار شغاله على الفاضي، ده قصدي من الكلام يعني. حلو الكلام. هنمسك صدر الفرخه ده كده، حلو، ونمسك بقى نروع عليه زي الفل. اخد الموزه بتاعت الفرخه دي كده، هقطعها وارجعها احشيها تاني عشان عايز الصدر ده لوحده كده. ونفس القصه هنا كده،
الموزه. على فكره ممكن تعملها، تخلي الموزه دي تعملها بكاتا، بكاتا بالليمون او بكاتا بالمشروم او شوربه الفراخ بالمشروم، او تعملها شوربه الفراخ بالشعريه. انا بديكي تفاصيل صغيره يعني. الفرق دايما صدر اي فرخه بيبقى فيه موزه، الموزه الحلوه دي كده، القروشه دي، دي تتعمل بانيه لطيفه جدا يا شفيع. على فكره انا احب اكلها قوي، احب اكلها قوي مع الليمون والزبده تحميره كده بس. اه والله العظيم. بص بص دي بس بتستوي، بس يعني غمض عينك تفتح عينك تكون استوت. دي زي الفل على فكره، حلوه جدا، انا بحبها والاطفال بيحبوها على فكره. عندك طفل صغير كده ممكن تعملها له تبقى حنينه على اسنانه، عندك ماما تعملها لها تبقى ايه بشويه تبقى حنينه على السنان. هنمسك الصدر بالشكل ده كده، نفتحه من هنا كده فتحه زي الجيب. والسكينه ما تروحش للاخر، اوعي تعوري ايدك. شفت الجيب ده؟ الفتحه دي بتتم بالشكل ده كده. شفت؟ هي دي، هي دي. شفت في السد تحس ان هو يعني ايه جاهز. نفتح دي كمان مع بعض. السكينه اهيت، وامسك السكينه، طرف السكينه بالراحه. لازم تكون سكينه ايه رفيعه، ما تكونش تخينه. بصي وتيجي عند اللقطه الاخيره دي كده، ما تاخدهاش للاخر. نبص كده نشوف الدنيا ازاي. نفس القصه اهي. نشوف دي كمان. نفس القصه. حلو. ونشوف ده كمان بالمره. الصدر يبقى تحت ايدك كده العالي. صباعك عليك كده بالشكل ده كده. نفس القصه. سكينه رفيعه، ما تجيبيش بقى سطور وتفتحي تبوظ الصدر. لا، تحت ايدك السكينه تمشي كده تحسي بيها. حلو الكلام. بص شوف الدنيا. هو ده، ده بقى ياخد حاجات كتيره، وتحشيه لسان، تحشيه روز بيف، تحشيه مرتديله، زي ما انت عايزه بقى الحشوه زي ما انت عايزه. بس ايه افضلهم يا شيف؟ خضار وجبنه موزاريلا. والخضار ده اختياري برضو، تقدري تجيبي خضار بسله وجزر. انا هعمل خضار على ايدي دلوقتي على فكره زي ما انت عايز. انا هعمل حاجه لطيفه برضو على فكره، ولا جه على بالي. شفت الموزه دي؟ ممكن احطها هنا كده. شفت بقى الاختراع ده؟ شفت الاختراع ده؟ الموزه جوه تستوي زي الفل، واحط الخضار هنا زي ما انت عايز. بس ايه المشكله لما انا اعمل تشكيل طبق واعملها جنبها كده تبقى ايه؟ مناب للولاد. مناب يعني ايه؟ العيال كلها تاكل والضيوف كلها تاكل، مفيش اي مشكله. لازم تكوني وزيره اقتصاد في البيت، مش تجيبي لي السمكه البوري تحشيها لي جمبري، تجيبي لي البول، لا لا، كل حاجه كده تبقى لها تفاصيلها، وتجيبي لي صدور الفراخ تحشيها لحمه مفرومه. ايه المشكله؟ اجود وانوع واشكل السفره بتاعتي. تعالوا نعمل الحشوه بتاعت الفراخ واحنا شغالين مع بعض. اللهم صل على النبي. معايا شويه خضار زي دول كده، بسلة على جزر، وهخلي الباقي اعمله سوتيه اقدمهم معاه. حلو. معانا مع الخضار ده شويه جبنه موزاريلا، معانا بصلايه ناعمه. حلو. شويه بقدونس حلوين. احنا شغالين مع بعض كده. نقدر نحط كمان يا عم الشيف فص ثوم ني. حلو. كل دول مع بعض. معلقه فلفله حلوه، حشوه، مكعبين من الزبده في الحشوه. حلو قوي. بهاراتك يا عم الشيف، فلفل اسود وشويه ملح مع بابريكا. كل دول اهو. برضو معلقه كركم، كركم لطيف، الفراخ بتحب الكركم، لون الاصفر الحلو. عشان كده التندوري، تندوري تشيكن ياخد كركم. ايه هو الكركم؟ دي شجره بتدينا بهار الكركم، اللي بيطلع منه الكاري، واللي بيطلع منه سبع بهارات. كل دي توابل. حلو قوي. نقلب كل دول مع بعض مع الزبده مع كل ده. شفت الخلطه دي؟ وادعك الزبده كده. شفت كده؟ ليه الزبده يا شيف جوه الحشوه؟ الله يرضى عليك، فدنا بالمعلومه لغير المعلومه. الزبده دي بتدي طراوه وبتدي طعم وبتدي تيست للحشوه دي في حاله تسويه الحشوه دي داخل صدر الفرخ. شفت الحشوه دي؟ حاجه جديده. زي الفل. عندي كريمه لباني، باخد شويه كفايه
شفت ازاي حشوة لها تفاصيلها يا عملتها قبل كده؟ سامعك والله جديدة ها؟ بس خلاص تعالوا بقى نحشي الفراخ بتاعتنا دي كده بالحشوة اللطيفة دي. وعندنا جبنة موزاريلا دي بعدين هنحطها برزنتيشن مع الخضار اللي احنا هنعمله جنب الفراخ الصدور دي. اجيب طاسة، الطاسة دي بجيبها كده واخليها بالشكل ده كده. بسم الله تسخن كويس، بحط فيها شوية زيت مع زبدة. بسم الله الرحمن الرحيم، ومكعبين زبدة حلوين عشان يحمروا لي الفراخ دي بسرعة. حلو، وعود روزماري حلو كده في قلبيها. شفت الجو ده؟ الجو ده وعندي روزماري برضو هنا، بعمل حاجة حلوة، باخد الروزماري ده اسقطه هنا كده. الله على الريحة، ريحة الروزماري في قلب الطاسة قلب ريحة الاستوديو. حلو يا عم الشيف، نقلب كده ونيجي بقى للفتحة. بص الجيب، بص الجيب، الجيب عمران، الجيب فيه خيرات الله اهو. بص بص على الحلاوة اهو بالمعلقة كده اهو. وجود الزبدة هنا مع الكريمة اللباني مدي قوام وشخصية للايه للحشوة، ما تخليش البسلة تجري اهو 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 عينيا اهو اهو. شفت ازاي اهو اهو احشيه زي ما انا عايز اهو. شفت الجو ده كده اهو، واقفله كده. يا ويلي ايه يا شيف ده بقى سندوتش. بصي نعمل واحد كمان، معلش خلونا اعملهم كده اه عينيا اهو مع بعض اهو. شفت الصدر ده كده اهو اهو. بص المعلقه دي اهي، واملى بقلب جامد، ما انا فاتح فتحه صح. شفت دي كلها حشوه اهو بالمعلقه كده، واخلي الصدر في ايديا كده اهو اهو، واقفله كده. وانا بقفله اهي القفله دي اهو، هو ده اهو. لا مش محتاج اي حاجه تخيط خالص، هوريك دي نعمل ايه دلوقتي. خلونا بس يا شباب ايه نطلع بيها دي كده قبل الفصل، عشان التركية دي مطلوبه قوي اهو. عشان انت لو حطيتيه دلوقتي زي ما هو كده الحشوه دي هتطلع بره، ازعل انا بقى. شفت الحشوه دي واقفل كده بالراحه أوه. الله الله يرضى عليك يا ولدي. هنخلي دول كده وسرعه كده سريعا النشا مع الدقيق اهو. دي مهمه جدا، دي الخطوه بقى اللي بتقول ايه الخبره الطهويه اه. نشا ودقيق، حاضر حاضر عيني اهو حالا. دي مهمه جدا، ادي النشا والدقيق مع بعض كده، واحط عليهم شويه ملح وشويه فلفل عشان يبقى التوبنج بتاعنا له طعم. ده مهمه جدا على فكره، ما يبقاش التوبنج سكه والحشوه سكه، يعني قصدي الحشوه بتاعت الفراخ حاجه والتغليفه حاجه. النشا مهم جدا على فكره، هو اللي هيدي شخصيه كمان للايه. هناخد الصدر زي ما هو كده اه، نضغط عليه جامد كده اه الله اه. ونيجي عند الطرف ده كده نحط شويه دقيق، زي زمان امي كانت تقفل الايه الحله بتاعت الكسكسي بالدقيق والميه اه. شفتي اه شفتي قفلت اهي. طاس على النار العب اه، وناخدها كده اه. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه اه، زي ما هي كده اه. تعالوا نعمل كمان مع بعض اهو تاني اهو كده، ونضغط عليها. وانت بتضغطي ايدك بايدك كده بايدك كده اهو اه. ونيجي عند الحرف ده كده اه، نحط شويه الدي مع النشا دول. هي التركية هنا، هي القفلة دي اهي، القفلة دي اهي اهي. شفت ازاي الصدر معايا؟ بسم الله بقى، صدر ديك رومي سبحان الله، ربنا مبارك فيه اهو اهو. نفس القصة اهي، حاضر اه. بص شوية دقيق هنا كده، دول مهمين جدا اهو في الفتحة بتاعت الجيب اهو. ونقفل كده اهو، قفل خلاص، ونعمل كده اهو. يلا على الزبدة والزيت، زبدة وزيت الاتنين مع بعض اهو. شفت صدر الفرخة اتحول لصدر ديك رومي في قلب الطاسة. استاذن حضراتكم بعد الاداء الطهوي والخبره الطهويه اللي حضراتكم شايفينها دي كده، هتعملي طبق جديد النهارده اسمه كوردون بلو على طريقه الشيف المغازي. هنطلع فاصل صغير ونرجع اشوفك في المشمش، مربه المشمش، صدور فراخ محشيه بخبره طهويه، جبنه وخضار، معانا كمان مكرونه سباكيت الاطفال الحلوين بالبقدونس والكريمه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بقلب صدور الفراخ لقيت ست المخرج في وداني، شيف لازم اشوفها. حاضر عينيا. عايز اشوف الصدر ده خد قالي لون البرونز الحلو. والله قلبت واحد وقال لي ابدا لازم دي ما تفوتنيش. اهو بص يا غالي، اهو بص، اهو بص، اهو تفاصيل صغيره ولكن يا راجل يا طيب يفتح مين بس؟ الجيب اتقفل على كده باللي فيه. اهو اهو ونسيبه على النار. شفت؟ الله. كل اللي هنعمله مكعب زبده عشان عايز شويه صوص حلوين، تنزل الكريمه عليهم بعد كده. اهو شفت الجو ده كده؟ النار اخبارها ايه؟ يا ويلي. اهو احب اشتغل على الغاز واشوف النار قدام عينيا بصراحه يعني. اه بس كده تمام، علينا النار على اختمام زي الفل. هناخد شويه شوربه او شويه ميه مغليه صغيرين كده، نحطهم على صدور الفراخ دي كده عشان ناخد البخار الجميل الحلو. اهو شوف هعمل ايه دلوقتي، هعمل ايه؟ اوعى تحط على الفراخ هنا. اه كمان شويه، لازم يبقى في تكنيك كده لعمليه السوا. بس خلاص نغطيها وسيبيها شويه. بس خلاص تعالوا مع المربى. حاضر. شوف المربى، بص على المربى، بص على المربى. اوعى تنسى المعلقه اللي انت بتقلبي بيها من الاول، تحطها في بصل، تحطها في توم، ازعل منك. اه شوف المشمش. اه شفت اللون الجميل اللون الذهبي ده؟ اه ايه القوام ده؟ نزل منين القوام ده يا عم الشيف؟ طبعا سيبيها تستوي على نار هاديه. انا بقى من الناس اللي بتحب تاكل المربى تشوف قدام عينيها في البرطمان قطع المشمش، قطع البرتقال، قطع الفراوله، قطع الخوخ متقطعه كده مهروسه، ما الاقيش البرطمان ناعم مش عارف انا. لا يعني المربى اللي حابه اكلها اشوفها في البرطمان باينه تفاصيلها. سيبيها على النار ما تقلقيش، انا بدات بيها الحلقه. اه بس للامانه وللمصداقيه اللي احنا متعودين عليها على شاشه التلفزيون المصري، بالامانه والصدق دي لازم تتعمل تقعد على النار من 3 لـ4 ساعات عشان دي الحقيقه. تعمليها وتسيبيها بقى على نار هاديه جدا، بس انا بعملها طبعا واديك الفكره وهنشوفها في الاخر برضو بشكل حلو، ولكن الصدق والحقيقه دي تقعد على النار من 3 لـ4 ساعات نار هاديه جدا بعد المرحله الاولى اللي انا عملتها. هنغطيها ونسيبها، لازم اقول الحقيقه. والفراخ على النار اخبارها ايه؟ اه شفت خلاص استوت الفراخ. هشيل بعد كده الفراخ دي اقدمها مع خضار سوتيه، ومكان تسويه الفراخ اللطيفه دي اقدر ان انا استفيد بيها في طعم المكرونه او ان انا اعملها صوص احطها على الفراخ. هي دي المدرسه الطهويه. شفت الفراخ؟ والصوره تعني مليون كلمه بتفاصيل صغيره. الله عليك لما تشتغل بمزاج يا شفيق. ايه ده؟ صدر الفرخه في قلب الطاسه دي كرومي. هنغطيها ولا اسيبها مكشوفه؟ قول لي. اه انا مش عايز صراحه امشي واخلص، انا عايز اقف جنبها اتفرج كده على الشاشه. اه 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 الله 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 على الحلاوه، الله على الجمال. لا 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 انا هزين لك الصوره دي قد التاتش بتاعي بقى. شوف التاتش ده كده، شوف التاتش ده كده. هو ده، اه هو ده. واغطيها اغطيها. اه العب. ايه ده؟ انا عاجبني قوي الموزه، الموزه عجباني قوي، والروزماري هنا داخل بقلب جامد، والفليفر والطعم وريحه الاستوديو. ايه الجمال الحلاوه ده؟ بعتذر للاساتذه طبعا المذيعين ومقدمين النشره الاخباريه بيشموا الروائح، بس هم اصحابي دلوقتي خلاص بقينا اصدقاء. ليه؟ خلاص عرفوا وقدروا ظروف الشيف في المطبخ بعد ما طلعنا في شهر رمضان الكريم، وان شاء الله هنعيد اللحظات الجميله والاوقات الجميله دي. نقفل. حاضر يا فندم. اهو عطلتني. يلا تعالوا مع بعض نعمل اسباجيتي. اه الاكل نصها معتز دي قبل الهوا. انا كلنا كده كنا اطفال صغيرين نشوف ناكل الايه؟ البشاميل ناكله بالمعلقه. اه والله خلطه البيتزا الاسباجيتي دي نفتكرها مثلا حاجه كده كريسبي. اه حاجات كده عادي، الواحد يرجع للطفوله، ايه المشكله؟ تعالوا نعمل طبق مكرونه اسباجيتي بتكنيك عالي من الخبره الطهويه. اه نحط المربى كده وناخد النار الشديده دي كده ونشيل دي من هنا، والطاسه دي اخبارها ايه؟ زي الفل. تمام. أول حاجة بحط معلقتين من الزيت. حلو قوي. شوف بقى الطريقة بتاعت عمل المكرونة دي. اه معلقتين من الزيت بحط في الطاسة
بصلية ناعمة. وأقلب كده. مش هستنى على البصلة دي لما تاخد لون، بس كده يعني تشرب شوية الزيت مع مكعب الزبدة. وأنا بقلب كده. فص توم حلو. طريقة سهلة لعمل المكرونة، تقدر تعملها في البيت. حلو. بالشكل ده كده. عندي شوية ريحان ورق حلوين في سكتي، باخدهم كده، الريحان الأخضر الحلو ده كده زي ما هم كده. الله. في قلب البصلة والتومة. ونقلب. البصلة خدت ريحة الريحان، والتوبة خدت ريحة الريحان، والريحان خد طعم البصل والتوم، أصبح في نسيج الإبداع هنا في قلب الطاسة وفي قلب الحلة. مع مكعب الزبدة. شفت الحلاوة دي كده؟ زي الفل يا عم الشيف. أخد المكرونة الاسباجيتي دي كده. المقادير على الشاشة، يلا اكتبيها ورايا. مقادير المكرونة الاسباجيتي: مكرونة خبرة طهوية اللي هم شوية الحب، ومعانا زعتر، ومعانا ريحان، ومعانا بقدونس، ومعانا كمان يا عم الشيف ايه؟ الكريمه اللباني. هناخد المكرونه بتاعتي دي كده. حل اخبارها ايه؟ اخد المكرونه بالشكل ده كده. يلا. الله عليك يا عم الشيف. جديده دي يا مغازل. الجديد دايما تلاقوه عندنا. شفتوا انا بحط المكرونه عاكس معكوس. عشان ما تعجلش. تاني. بلعب انا. لما تكوني واثقه من نفسك في المطبخ بتبدعي. تعالى مش هزعلك، خليك هنا. يلا. زي الفل يا عم الشيف. دي مكرونه؟ مكرونه مكرونه مكرونه. ميه بتغلي، غطى حله معايا. حلو. لازم تكون ميه بتغلي من فضلك هنا. شويه الملح التمام على المكرونه، شويه الفلفل التمام على المكرونه، وانزل بالميه المغليه. الله. بس خلاص. وهزها هزه كده. بس. وغطيها. دي نغطيها بقى ونسيبها شويه. ناخد الغطا ده ونحط الغطا ده هنا. حلو. بس خلاص. ونرفع الميه دي من هنا عشان الدنيا تبقى رايقه. شوف احنا عملنا ايه. تاني. بصلايه، توميه. الله. شوف الفراخ، شوف الفراخ وشقوتها، شوف الفراخ وشقوتها. ايه الحلاوه دي يا عم؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ شويه كريمه لباني كمان. لا لا، الصورة هنا يعني حكاية، رواية، حدوتة. هو ده. الله أكبر. على النار. وغطيها، نار هادية بقى. لازم الفراخ تستوي. خلي بالك. دي ما تستعجليش عليها خالص. عايز تشوف المكرونة؟ عينيا. هوريك المكرونة قبل ما اطلع فاصل. بص المكرونه حاطه الميه بتغلي، فمباشره لازم على طول تشوف الغليان اللي قدام عينيك. شفت المكرونه؟ شفت المكرونه؟ شفت؟ شفت المكرونه؟ دي مكرونه سباكيتي. هتشوفها دلوقتي بشكل تاني وبطعم تاني. انا عايزه تستوي في شويه الميه دول، مش عايز اشوف الميه دي بعد السوى. هستاذن حضراتكم، هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير ونرجع لتفاصيل صغيره، ولكن المعنى كبير والطعم جديد. فين يا عم الشيف؟ في الاستوديو بتاعنا هنا. اوعى تروحوا بعيد، تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الطبيعي النظافه في المرتبه الاولى والمركز الاول في مطبخك قبل ما تفكري تعملي اكل، لان نظافه مطبخك يا ست الكل، يا امي، يا ست العرايس، هي اللي بتديك الطاقة الإيجابية في إنك تقف في المطبخ أكبر وقت ممكن، تطلعي إبداع. فنظافتك في المطبخ هي عنوانك. ده الكلام بقوله من أول ما شفتوني على الشاشة. حلو الكلام؟
ودايما يقابلوني ويشوفوني يا شيف غازي، والله بيعجبني فيك ترتيبك للمطبخ ونظافتك للمطبخ والحاجه بتطلع في ايدك بسرعه. هي دي تسهيل ربنا، وهو ده اتكالك على ربنا اول ما تخش المطبخ انك انت واقفه بحب. انا هنا بروق الدنيا، حتى المخرج يقول لي يا شيف بشوف فيك في الفاصل ما بتوقفش ساكت، يعني مثلا ما تقف مستنينا نطلع، لا لا لا، يعني الدووب في العمل هو ده الشغل. تعالوا شوفوا احنا انتجنا ايه. بدايه من المكرونه الاسباجيتي مخرجنا عايز يشوفها اهي، لازم شوكه كبيره، بدات الميه تتناقص والمكرونه تبان ان هي مكرونه والريحان في قلبيها. شفت الحلاوه دي كده اهو، الله، مكرونه خفيفه كده هنقدمها دلوقتي مع الفراخ بتاعتنا. تعجن مين يا طيب؟ شفت ما انا حاطط ايه بقى، مكعبين زبده مع شويه زيت. اغطيها تاني نشوف المربى وصلت لفين. يا حلاوه المربى جاهزه اهي، بص عليها اهي، الله. ننزل بقى بالماده الجيلاتينيه بتاعتنا، جيلي مشمش. نقلب ونغرفها، دي زي ما هي لها قوام، دي لما تبرد تتفرج عليها. يبقى نبدا نعمل ايه يا عم الشيف؟ نغرف باللي احنا بدانا بيه، المربى جاهزه للغرف، نقدمها اهي. طبعا تجيبي برطمانات بقى، وما تنسيش حماتك في برطمان حلو كبير، ومامي قبل ما تروحي لها طبعا تقول لها جايبه لك مربى مشمش يا مامي النهارده. خلي بالك حبايبك في الشغل. شفت المربى؟ بص على المربى وهي نازله المشمش في قلبيها، دابت اهي. طبعا كل اللي انا عملته القوام اهو، شوف القوام اهو. مربى المشمش اهي. وعجبني قوي قطع المشمش في قلبيها. شفت مهري. طبعا الجيلاتين اللي انا حاطه هنا دي مجرد ما تبرد وتسيبيها بره الثلاجه، وبعدين تحطيها بره الثلاجه وجوه الثلاجه مفيش مشكله. شفت تعرفيها ان هي، بص مكان المعلقه، بص المعلقه عامله ازاي اهي. شفت المعلقه لونها متغير ازاي؟ نشوف اللي هنا ده القوام. الف هنا وشفا. على فكره تقدر تعملها من غير سكر، تبقى عامله مربى المشمش دايت هيلث يعني. ليه؟ بتشوف بعض السوبر ماركت مربات خاليه من السكر. حلو، دي حلوه قوي جدا، ممكن نعملها. اللي بيتابعني دلوقتي يقول لك انا مش بحط سكر مع عادي، مفيش مشكله. وانا قلت في البدايه المشمش لو بلدي وفي مشمش مسكر حلو كده زي العسل استغنى عن السكر. نحط الفراخ، نشوف الفراخ عباره ايه. زي الفل جاهزه، نغرفها مع بعض، سيرفيس حلو زي ده كده. تعالى يا طيب القلب، معايا طاسه على النار، الطاسه دي بحط فيها مكعب من الزبده، معايا شويه خضار سوتيه حلوين كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وناخد الخضار السوتيه بتاعنا ده كده مسلوق. الله، هو ده، شويه زعتر عليه حلوين. تقديم بقى اللي هي الشياكه اللي هو البرزنتيشن اهو. شفت الجو ده كده، هو ده اهو، شويه الخضار تاكلي صوابعك وراها. اقوم اعمل ايه انا بقى؟ اسكت؟ لا، اجود؟ افتكس؟ ده روزماري اهو، حلو، في قلب الخضار. روزماري ماده عطريه، المعده بتزغرت لما بتشوفه. بتزغرت زي العروسه كده، ام العروسه لما بتزغرت ليله الايه الفرح بتاعها وليله الحنه. ليه يا عم الشيف المعده؟ لان المعده عايزه حاجه ريحه حلوه، زي بتكون قاعده في صالون حلو كده وعايزه ايه، جايبه اغلى فرش واغلى حاجات واغلى قطن، وعايزه برفون حلو، عايزه ريحه حلوه، عايزه بخور في مواد عطريه. المعده الكولون ده مليان حاجات كتير قوي، فعايز ماده عطريه، ريحان، روزماري، حاجات الجميله دي، بردقوش، الحاجات دي بتدي فليفر للريحه الحلوه وبتهدي الكولون وبتهدي المعده. ده ناخد الخضار ده كده اهو، لا طعمه مختلف. هتاكليه في المطاعم كده والله ما تاكليه ولا تلاقي الكلام ده خالص، ولا تلاقي التجويد ده كده. ليه انت اشطر يا شيف؟ لا، احب شغلك. انت بتشتغلي وبتطبخي لاولادك مش مقابل فلوس، انك انت بتحبيهم، اسرتك، اهلك، ضيوفك. قابلني ولا تغديني. فراخ ناخدها
نشيلها بقى بشياكه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. فين البتاع ده اللي بنشيل بيه؟ هو ده اهو. تعالى يا غالي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، لا تمنه غالي. ده فيه يا باشا خبره طهويه. انت بتهزر؟ الحشوه تطلع منين؟ اللهم صل على النبي. هو ده. فين الموزه؟ اهي نحطها هنا. ماشي حاضر، انا معلمها، خلي بالك دي بتاعتي انا. اهي موزه، ودي كمان اهي. حاضر حاضر، والله ما اعمل حاجه غير لما تقول لي، وانا بعمل حاجه غير لما بتقول لي. انت حبيبي. ده الروزماري، صوص الليمون ده. الليمون ده بقى اعصره كده. حاضر، الليمون ده بعصره كده واشيله بره كده. بص بص العصره دي اهي، بص السلايز الليمون اللي انا حاطه. حاضر يا ست الكل، عينينا. حاضر حاضر يا فندم. اهو ناخد الليمونه دي كده، اهو ناخد دي كده. اهو مش بقول لكم الخبر الوحش اللي بسمعه؟ لا كشف عايزين نخلص خلص اخوانا، ما انا بشتغل، سيبوني عايزين نخلص. شايفين الصوص ده كده؟ ده اهم حاجه شوط الصوص دول، اهم حاجه شوط الصوص دول يا عم الشيف. ننزل كده. اهو ده، انت مستني اللحظه دي مخرجنا، انا عارف حبيبي. بس خلاص كفايه عليها. نيجي لست المكرونه الحلوه. بص شوف هيعمل ايه، شوف الشيف هيعمل ايه. اهو انا مش هعمل حاجه، مش هعمل ايه سهلة. ده انا في شغل هنا، لازم تجيب اللحظه الجميله دي. خلي بالك انت حبيبي. يلا بسم الله. براحتك، نروح عند المكرونه جاهز. يلا الفراخ كده جاهزه فله. تعالوا مع بعض. ايه الاخبار؟ شوف الصوص ده كده. شوف شو الصوص دول، هم دول. هعمل ايه؟ شويه مكرونه من دول كده. الله عليك. وادورهم كده في قلب الطاسه وينزلوا تاني كده. مبدع يا شيف والله. هو ده، اصبحت الفراخ المكرونه خدت طعم الايه؟ الفراخ. واخد كده هنا. وتعالوا نكمل مع بعض المكرونه عشان وقتنا خلص. معايا بقدونس اهو. الله، ينزل هنا ونقلب كده. شفت شوية المكرونه دول بقى؟ دوري في الكتب، دوري في الكراريس، مش هتلاقيهم. الملح حطه في الاول يا غالي، فلفل حطه في الاول يا غالي، كريمه لباني جات ليها. طعم الفراخ في قلبيها. نغرف المكرونه بتاعتنا هنا. الله، فين الطبق؟ لازم يكون طبق شياكه للمكرونه دي. بسم الله، ده عدل الفراخ اللي معانا دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هو ده، تاكلي صوابعك وراه. لا لحمه ولا فراخ. روع عليها كده، روع عليها يا عم الشيف. ده مهم جدا الصوره الحلوه. والله انت عندك كذا صوره حلوين، عندك الفراخ حبيبي. مهم جدا وانت بتقدمي الاكل بتاعك يكون فيه لمسه فنيه. اللمسه الفنيه دي بتقول انا بحبكم قوي، خلي بالك، برساله يعني للناس، ضيوف حبايبك، انا بحبكم قوي. اللي هم ما يلاقوش عود البقدونس في قلب المكرونه، ما يلاقوش دبوس الكيس بتاع الفول السوداني ولا اللوز اللي كان متدبس في قلب الحشوه، الحاجات دي كلها بتحصل بس غصب عنك طبعا، مش مقصوده، ولكن اهتمامك للمطبخ وتركيزك للمطبخ مهم جدا. المكرونه حكايه. تيجي ناكل مع بعض؟ شوف انا باكل المكرونه ازاي يا شفيق. بجيب المعلقه والشوكه، بمسك المكرونه كده كده. شوف الحلاوه دي كده، بص حلاوه. لا لا بص. بص شفت؟ بص اللفه دي. على فين؟ بص بص على فين، على فين يا بطه؟ اروح اكل. طيب اعملها كمان مره. حاضر يا فندم. والله اعملها لك. شوكه بايدك اليمين والمعلقه. واخد شويه اسباجيتي حلوين كده والفها كده. يوم ما نسقطش على الكرافات. شفت؟ الف انا وشفت.
يلا بينا. حلقتنا النهارده فيها شويه كلام كتير، سامحوني ما بقدرش اسكت لما بلاقي معلومه غير معلومه ما اقولهاش، ما بقدرش اسكت لما الاقي حاجه حلوه اقولها لحضراتكم، اتعودت على كده وده اسلوبي وعاجبكم الحمد لله وراضيين. عملنا مربة المشمش لطيفه وجميله بتكنيك حلو وبطعم بطعم تاني، عملنا صدور فراخ بيسموها في المطابخ الغربيه كوردون بلو، المطبخ الفرنسي يعني يسموه كوردون بلو، احنا هنقول فراخ محشيه بالجبنه والخضار زي ما حضراتكم شفتوا مع خضار سوتيه. عملت طبق مكرونه، مكرونه المغازي زي ما شفتوها كده، بعشقها خفيفه على المعده وخفيفه على الجيب، يعني رؤيه فن ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.